فعلا لو كان يمثل، فعلا لو كان كلامه صحيح وكل تصريحاته طوال السنوات الماضيه لفاز في هذه الانتخابات بشكل الذي يجعل المواطن فعلا يثق بكلامه. يعني سيدتي العزيزه الاختلاف انتم زورتوا اذا ما تزوروه، ما تزوروا اني ارشى نفسي في بردان بمقعد المسعود البرداني واطلع بيها. النقطة الثانية وياكم 100 فوز، انتم حزب 70 سنة تهربون نفوس تربيتكم وبيتكم، وكذلك عندكم 170 ميليشيا كل يوم حقيقة كل يوم تعتقلون واحد يتكلم يعني على الحقوق. اتهام شخص نحن مواطنين اتراشق مع ضيوف في امور هي بالنتيجه طيب كردستان. يعني انتم من اتفقتوا مع ميت تركيا، انتم من جبتوا طيارات تركيا علينا، انتم من جبتوا دبابات تركيا في اربيل ودوق، انتم من سويتوا، انتم من اسستوا 41 معسكر تركي في تركيا. طيب دكتور دكتور غالب انا راح دكتور غالب راح ارجع اعطيك وقتك. نهبتوا كرامات المواطنين. دكتور غالب انا احترم دكتور غالب انا احترم حرقة قلبك على الشعب الكردي، احترم حماسك في الدفاع عن الشعب. كهرباء بردان عندك كهرباء 24 ساعة والغاز مالنا من سليمانية. اكو حصار اقتصاديين على سليمانية وهي قاعدة بالبرزان عندك كهرباء 24 ساعة. زين والله احترم جدا حرقة قلبك على الشعب الكردي، بس خلينا ننطي مجال الست نجيبة انه ترد وارجع لك دكتور غالب. تفضلي ست نجيبة.